أعزائنا مشاهدي فضائية نور سات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم بالنشرة الأسبوعية، وقبل التفاصيل نبدأ بأبرز العناوين. انتخاب أعضاء المجلس النيابي الأردني 18، الاحتفال بتدشين كنيسة شهداء الأردن للاتين، الأميرة بسمة بن طلال تفتتح مركزاً لتمكين المرأة، وفد من الكنيسة الكلدانية في أمريكا يتفقد المهجرين العراقيين في الأردن. أهلاً بكم. شهد الأردن يوم الثلاثاء الماضي عملية انتخاب أعضاء المجلس النيابي في دورته 18 بمشاركة واسعة من المرأة الأردنية. المزيد في التقرير التالي. شمال جنوب وغرب وشرق، اعطي صوتك واعمل فرق، انت اردني ولك الحق، صوتك بكره رح يفرق، شدك يا بن خيريزي، شد اخوك ومن هلي، روح صوت على اكيد، صوتك بكره رح يفرق. من اصل 4,140,000 ناخب وناخبه مسجلين في الهيئة المستقلة للانتخاب، توجه إلى صناديق الاقتراع الموزعة في كافة محافظات ومناطق وبوادي المملكة حوالي 1.5 مليون مواطن ومواطنة لانتخاب 130 نائبا من بين 1,263 مرشحا لانتخابات الدورة 18 لمجلس النواب الأردني. وزير الإعلام الدكتور محمد المومني وبصفته الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد للصحفيين المشاركين في التغطية الانتخابية أن ما يميز هذه الانتخابات مشاركة كافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية بها. شمال جنوب وغرب وشرق، أعطي صوتك وعمل فرد. أريد لكل مواطن أردني أن يبادر وأن يقوم باختيار ممثله في المجلس النيابي القادم، هو حدث كبير على المستوى الوطني، وبالتالي كافة مؤسسات الدولة معنية أن تنجح بكافة تفاصيله وأن تظهر العملية الانتخابية على أعلى درجات الدقة وعلى أعلى درجات المسؤولية الوطنية والنزاهة التي نأملها جميعا. إحنا يحق لنا في الأردن أن نفتخر والحمد لله أننا نحتكم في نقاشاتنا العامة وفي القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، نحتكم لصناديق الاقتراع ونحتكم للانتخابات في ظل إقليم ترتفع فيه صوت المدافع وتسيل الدماء في كثير من المدن والقرى. هذا يدل على مصداقية مشروع الإصلاح السياسي الأردني، يدل بوضوح على احترافية مؤسسات الدولة وحكمة القيادة والقرار الأردني بأن أوصلنا بلدنا في هذا الإقليم المضطرب إلى هذه الدرجة المتميزة من التقدم الديمقراطي. الأردن ينتخب في إقليم يحترق، هذه عنوان فخار لكل مواطن أردني وأردنية. الإقبال شديد، هناك ازدحام في بعض مراكز الاقتراع، لا توجد ملاحظات تحتاج إلى يعني تركيز. الجهات الأمنية وفق الخطة الأمنية تعاملت وتتعامل مع كل حدث بنجاعة وفاعلية بالمعايير التي نعرفها في الأردن. هذه الانتخابات تسير على أحسن ما يرام، وإن شاء الله سيستمر هذا الهدوء حتى نهاية موعد الاقتراع في الساعة 7 مساء. المواطنون الأردنيون وبالأخص الناخبون منهم كانوا حريصين على مشاركة الجميع بعملية الاقتراع، وذلك لفرز مجلس نواب يكون على قدر كبير من المسؤولية. هذا العرس عرس أردني، عرس وطني مبني على الديمقراطية الشفافة، والكنيسة دائما بتأيد الديمقراطية، عشان هيك نتأمل من الجميع أنه يذهبوا إلى مراكز الاقتراع ويصوتوا بصوتهم، لأن الصوت هو أمانة، ويعطوا صوتهم للإنسان المناسب حتى يوصل همومهم ويرفع شأن الشباب وشأن الوطن عاليا. أتمنى على شبابنا وشاباتنا والجميع المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية،
ونداء لكافة أبناء محافظة البلقاء ومحافظات الوطن الجميل للاشتراك في العملية الانتخابية والقيام بالتصويت بما يخدم المصلحة الوطنية الأردنية. هذه الانتخابات ليس فقط لا غير على صعيد عمان، بل هي على صعيد الوطن كلياته. بأمانة عمان نحن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين. همنا الأساسي هو إنجاح هذه العملية الديمقراطية بأن يكون وصول الناخبين إلى مواقعهم بشكل آمن وبشكل ميسر. زملائنا بإدارة السير وزملائنا في كل الجهات الرسمية، الشرطة، إدارة السير، الأمن العام، كل الشباب ما شاء الله يعني قائمين بواجبنا حسب الأصول للوصول بهذه العملية إلى بر الأمان، لأن تكون عمان الأجمل كما يريدها دائما أبو الحسين. بشكل عام الوعي بالقانون الانتخابي بالنسبة للناخبين موجود، متفاهمين جدا. حالات استثنائية فردية تم التعامل معها، تم توضيح لهم الإجراءات اللازمة عشان الانتخاب ومشت الأمور بكل أريحية. نسبة الاقتراع يعني كانت بالبداية هي ضعيفة، وبعدين يعني بعد ساعات بدأت ترتفع النسبة، وصلت لجيد وجيد جدا إن شاء الله إحنا بنأمل، وصارت بهمنا أنها تكون صارت هاي العملية بكل بأريحية بجهود متكاتفة طبعا ما بين الأمن، ما بين رؤساء رئيس القاعات مركز، والجميع كان كل متعاون معنا، حتى الناخبين المقترعين هم كانوا كلهم على أتم وجه من الوعي الكافي، لأنه هذا هو اليوم عرس وطني للجميع، فبنتأمل النجاح للجميع وأهلا وسهلا فيكم. ويأمل الأردنيون بكافة أطيافهم أن يكون ممثلوهم في المجلس النيابي 18 على قدر كبير من المسؤولية لمعالجة كثير من القضايا والهموم التي أشغلت الشارع الأردني طوال السنوات الماضية، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والفقر والبطالة والتعليم والطاقة وغيرها من القضايا الأخرى. دشن غبطة البطريرك فؤاد طوال في منطقة مرج الحمام في عمان كنيسة شهداء الأردني للاتين بحضور مدبر أعمال السفارة البابوية في الأردن المونسنيور روبرتو كونا، ومطران اللاتيني في مدينة الناصرة بولوس ماركوتسو، والمطران ياسر العياش، بحضور عدد كبير من كهنة الرعاية في الأردن. التفاصيل في التقرير التالي. في ظل ظروف مأساوية صعبة يعيشها بعض المسيحيين العرب في هذا الشرق الجريح، يأتي بناء الكنائس من الأمر الصعب. أما في الأردن فإن الأمن والأمان مناخ مناسب لإعطاء كافة الحقوق للمسيحيين، وفي ذلك يأتي تدشين البطريرك اللاتيني فؤاد الإطوال لكنيسة لاتينية جديدة علامة فارقة في القرن 21، حيث شيدت البطريركية اللاتينية على أحد هضاب مرج الحمام في عمان كنيسة حملت اسم شهداء الأردن، في دلالة لأولئك الذين رووا بدمائهم ثرى الأردن الطهور. نورسات التي واكبت احتفال التدشين توقفت عند كلمة راعي الكنيسة الأب حنا كلداني، الذي شكر كل الحضور كما شكر الأشخاص الذين بفضل دعمهم المادي تم إنشاء الكنيسة الجديدة. وأذكر المؤمنين بمقولة سلفكم الطيب الذكر البطريرك منصور براكو في القرن 19 لكاهن الكرك الأب إسكندر مكانيو: هذا الشعب كله محترما وأحببه، فمنه سوف يخرج الكهنة والأساقفة والبطاركة وبناة الكنائس. فبناء الكنيسة هي إحدى معطيات النضوج الكنسي المسيحي الذي بلغ سن الرشد، وبنى الكنائس وأدار مؤسساته وحافظ على الطابع المحلي للكنيسة الأورشليمية بجانب دورها المسكوني. وبناء الكنيسة أيضا يدل على الأمن والاستقرار والأمن والأمان الذي ينعم به الأردن بشعبه الطيب وبقيادته الهاشمية وعلى رأسها جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني الحسين المعظم.
وفي المراسم الليتروجية عبر البطريرك الإطوال عن تواصل الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية، وذلك بوضع ذخائر القديسين شربل ورفقة واستيفان وإيميلي دي فالار وميري ألفونسين في داخل المذبح الجديد، ووضع البخور في 5 مواقع على المذبح في دلالة على جروحات المسيح. وفي عظة القداس بعد تلاوة الإنجيل المقدس قال البطريرك الإطوال: احتفلنا في عيد الصليب ولكل منا صليبه الخاص الذي يحتمل به مشقات الحياة، نحمله أداة لخلاصنا. واليوم في عيد مريم التي كانت جالسة عند صليب يسوع نطلب شفاعتها ونحتفل في تدشين هذه الكنيسة على اسم شهداء الأردن الذين قضوا حياتهم إبان الاضطهادات. جميل جدا ومؤثر جدا أن تسمي البطريركية اللاتينية هذه الكنيسة الجديدة والجميلة، تسميها بكنيسة شهداء الأردن. هذا يدل على أن بلدنا هو بلد القداسة، فالسيد المسيح تعمد هنا على يد يوحنا المعمدان، وهذا المعمدان استشهد هنا في مكاور، وبعدهما عاش هذا شهود وشهداء مستعدين لإعطاء حياتهم وسفك دمائهم في سبيل الإنجيل والمسيح والكنيسة وعمل الخير. إنهم شهداء الإيمان الذين تكرمهم الأجيال، إن دماءهم كانت ولا تزال بذاراً للحياة المسيحية وانتشارها. وختم غبطته العظة بشكر المتبرعين، وأفاض شكراً لقدس الأب حنا كلداني راعي الكنيسة الذي سهر على بنائها. أحيي أمامكم وبكل عرفان جميل ومحبة أخوية كاهن هذه الكنيسة الذي تعب كد ناضل بكل حب وإيمان حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من بناء جميل وفن متقن. أرجوكم تحية خاصة. وفي نهاية الاحتفال تبادل الحضور التهاني والتقاط الصور التذكارية في لحظات روحية تاريخية تجسد أفراح الرجاء في الكنيسة الأرضية المتألمة إلى الكنيسة السماوية الممجدة في انتظار الزمن العتيد. قام وفد من الكنيسة الكلدانية في أمريكا مؤلف من الأب فادي فيليب والسيد باسل بقال بزيارة إلى كنيسة السيدة العذراء في منطقة ماركا. استمعوا خلالها من الأب خليل جعار راعي الكنيسة إلى شرح عن أوضاع المهجرين العراقيين المقيمين في المملكة. وحضر اللقاء المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن وقدس الأب زيد حبابة والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب نورسات الأردن. أي مساعدة، أي صلاة بترفعوها، تقدمة بتقدموها لإخوتكم المشردين أو المهجرين قصرا، هاي أمام الله تعالى لا يمكن أنها تمر مرور الكرام. ليه؟ لأنه إلهنا إله يسمح في كل شيء إلا لا يسمح أن الإنسان يكون أكرم منه. فإذا أنت كنت كريم أو رحيم ربنا رح يعطيك أضعاف كرمك ورحمتك ومحبتك. باسمي وباسم مطرانية مارتوما الرسول بأمريكا نشكرك على الجهود اللي تقدمها لشعبنا المسيحي المحتاج هنا، ونتمنى من الرب أن يحفظك، ونحاول قدر الإمكان نتعاون مع بعض حتى نقدر نخدم إخواننا اللي هم بأكثر حاجة اليوم. احنا اليوم احنا جاي من أمريكا، نروح لتركيا، نروح لبنان، سوريا، هو مجرد هو الله كنقدم كلتنا حالنا بإيد الله أداة حتى نبين بأن إحنا واحد. ولهذا يسوع يقول كونوا واحد بالرسل. الواحد يتم لما أنا أفكر بيك، أنت تفكر بباسل، الأخ يفكر بالثاني،
وروح القدس هو اللي جمعنا. بهاي المناسبة كمان بنرجع نشكر طبعا أبونا دايما خليل بيحكي لنا ما تشكروني، هذا واجبنا نحن ككهنة كرجال دين وبخدمة الإنسان وبخدمة كلمة ربنا. وأبونا زيد هوني كمان ما يقصر أبدا بخدمته للعراقيين كافة وبإنسانيته ومحبته وبصلاته. لكن نحن كإعلام يعني كنشطاء في العالم الإعلام إحنا إلنا رسالة تانية، بالإضافة إنه إحنا نضع الضوء على ونسلط الضوء على هذه الفئة هلأ اللي عم بتعاني نتيجة ظلم وقهر العالم تجاهها، تهجرت وتبعدت عن بيوتها وأرضها وأملاكها. منطالب كإعلام إحنا هوني ومنطالب إنه الدول إن كانت الدول بالعالم نحن مع بعض كبشر موجودين بهالعالم الكبير اللي أصبح هو مثل قرية صغيرة. دائما إحنا بنقول إنه العالم أصبح مع التكنولوجيا والتقارب قرية صغيرة، إنه ننظر لهالفئة كيف نقدر نساعدهم. مزبوط هذا الظلم والقهر وقع عليهم، نساعدهم نلم شملهم إن كان في بلاد اللي تهجروا لإلها، نساعدهم إن مزبوط إنه إنتوا عم بتساعدوهم في المال تبعتوا لهم على أساس تحسنوا وضعهم كمان هوني. لكن إذا في كمان صوت زي ما بيقولوا صوت صارخ في هالبرية، صوت هيك قوي نضم صواتنا كمسيحيين نحن بهالعالم مع بعض، نلم شملهم مع عائلاتهم مع أهليهم مع عوائلهم مع أولادهم. يعني هذه هي ممكن العزاء الوحيد اللي ممكن يترجوه من العالم إنه يرجعوا هالعائلات وحدتها مع بعض. حيث التقى الجميع على مائدة محبة وتبادلوا النقاش حول عدد من الأمور التي تعنى بالشأن الكنسي. يشار إلى أن هذه الزيارة التفقدية جاءت من أجل دعم ومساندة المهجرين العراقيين في الأردن من خلال جمعية الكلدان الأمريكية وبرنامج تبنى عائلة مهجرة تساعد العراق، حيث قامت الجمعية قبل أشهر بتوزيع المساعدات المادية على العائلات المهجرة. رعت سمو الأميرة بسمة بن طلال حفل افتتاح مركز تمكين المرأة التابع لاتحاد الشابات المسيحيات في الأردن، واستمعت سموها من رئيسة الاتحاد ريم توفيق النجار إلى شرح واف عن المركز وأهدافه وبرامجه، والذي جاء تأسيسه لمساعدة المرأة الأردنية وتأهيلها بالعديد من الحرف والمشغولات اليدوية وتمكينها من تأمين حياتها المعيشية وتغطية نفقات أسرتها. أنشأ المركز بهدف التمكين للمرأة من خلال البرامج والنشاطات المختلفة، وبتتقسم البرامج إلى ورشات تدريبية عن العنف المبني على الجندر، الضغط النفسي، بناء السلام، كلها هاي أولويات بالمجتمع خاصة الآن. وبيشاركوا بالورشات من المواطنين الأردنيين واللاجئين السورية والعراقية المتواجدين في منطقة عمان الشرقية. بمناسبة ميلاد السيدة العذراء أقيمت صلاة غروب بحضور الأب ثيودوروس حداد راعي كنيسة ميلاد السيدة العذراء في جبل التاج وبمعاونة الأب عيسى عياش. وبعد تأدية تراتيل قدمتها جوقة الكنيسة قام شباب الرعية بحمل أيقونة ميلاد السيدة العذراء والطواف بها في أرجاء الكنيسة وسط خشوع المؤمنين الذين استمعوا إلى عظة إيمانية قدمها الأب عياش تلاها تقطيع كعكة عيد الميلاد. هذه هي الفتاة التي وعد الله بها لأن يلد المخلص منها لفداء جنس البشر وأن يعيد البشر إلى المكان الأولى في الفردوس. وعاشت السيدة العذراء حياة التأمل وعاشت كلمة الرب بحياتها، كانت دستور بحياتها، حتى رافقت المسيح في كل أعماله وكانت شفيعة له في عرس قانا الجليل، ورافقت المسيح مع آلامه وصلبه وفرحت بقيامته وبقيت حتى ما قبل الصعود ما بعد صعود الرب. تعرضت إلى مؤامرات دنيئة من اليهود، حاولوا اليهود قتلها بكل الطرق ولكن العناية الإلهية كانت تحيط بها.
استمراراً باحتفالات الكنيسة حسب الطقس الغربي بعيد الصليب، أقيم قداس إلهي في كل من كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير للرعية الكلدانية وكنيسة ترأس سيادة المطران جبرائيل كساب مطران رعية الكلدان في ولاية ميتشيغان الأمريكية القداس الإلهي بمناسبة عيد الصليب المقدس بمعاونة كاهن الرعية الكلدانية في الأردن الأب زيد حبابة. Wow.
وبعد انتهاء مراسم القداس الإلهي الذي حضره المونسنيور روبرتو كونا مدبر أعمال السفارة البابوية في الأردن وعدد من الراهبات وسط حضور كبير من المؤمنين، بدأ الزياح بالصليب المقدس إلى باحة الكنيسة حيث أشعلت النار التي ترمز إلى اكتشاف الصليب بمصاحبة بعض التراتيل الطقسية التي أداها الشمامسة وجوقة الرعية وسط خشوع وابتهال. وفي ذات السياق ترأس الأب عماد علامات قداساً إلهياً في بيت العناية الإنسانية لراهبات الصليب المقدس في ذكرى عيد ارتفاع الصليب بحضور عدد من الراهبات وجمع كبير من المؤمنين، حيث شارك بالاحتفال أيضاً رئيس بلدية الفحيص السيد هويش العكروش. وألقى الأب علامات عظة القداس التي أشار فيها إلى رسالة القديس بولس الرسول التي يبين فيها حكمة الله وحكمة الناس في ظل احتفالنا جميعا بالانتصار بالصليب. لأهل قرنثوس بالفصل الأول بيحكي عن حكمة الله وبيحكي عن حكمة الناس، بيحكي عن حكمة الله اللي منلاقيها في الصليب، ونحن ننادي بمسيح مصلوب، نفتخر بمسيح مصلوب. وهذا بالنسبة للعالم دمار، بالنسبة لربنا هو قدرة الله. بالصليب هناك القدرة، ربنا ببين قوته بصليبه. لما الكاهن بروح بكرس البيت وبيدخل وبيرسم إشارة الصليب في البيت، إنه أداة انتصار، الصليب هو أداة الانتصار. وتخلل الاحتفال تقديم مجموعة من الترانيم الروحية أحيتها جوقة الفحيص. وفي نهاية القداس تمت مباركة ثمار الرمان رمز العبور وإشعال النار كتقليد سنوي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأردنيون ينتخبون ممثليهم في المجلس النيابي 18. تدشين أول كنيسة باسم شهداء الأردن. صلاة غروب بمناسبة ميلاد السيدة العذراء. افتتاح مركز لتمكين المرأة وتأمين احتياجاتها. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.